الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بإذن الله، من أراد المحبة، يعني يجعل الناس يحبونه، أو زوجك أو العائلة أو العمل، تريد إن شاء الله أن يحبونك في العمل، أو تريد زوجتك أن تحبك، أو تريد أن تكون لك محبة بإذن الله، تقرأ آية الكرسي 3 مرات وتنفث في اليدين وتمسح بها الوجه. تقرأ آية الكرسي 3 مرات في الصباح وتنفث في يديك وتمسح بها الوجه، ووراءها تقرأ هذه الآيات التي سترى في الشاشة 14 مرة. تتبع هذا الورد يوميا، ترى العجب إن شاء الله من المحبة بينك وبين الناس. إن شاء الله كل من رآك سيحبونك إن شاء الله. على كل شيء أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله